السلام عليكم طلاب صف السادس ماما، إن شاء الله يا رب تكونون بخير. درسنا لليوم في العقيدة وهو الإيمان بالرسل عليه السلام وبالكتب السماوية. الإيمان بالرسل عليه السلام وبالكتب السماوية، دائما الله سبحانه وتعالى يختار من بين الخلق من هم أفضل الناس خلقا وأكثرهم صلاحا حتى يختارهم يكونون أنبياء ورسل. يختار الله سبحانه وتعالى من بين الخلق أكثر الناس خلقا وصلاحا، أفضل الناس خلقا وصلاحا حتى يجعلهم أنبياء ورسل. الله سبحانه وتعالى لكل أمة بعث لها رسول، لكل أمة بعث لها رسول يدعوها هذا الرسول إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك جميع الأنبياء والرسل يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به واتباع الحق وترك الباطل. هنا ممكن أسجل سؤال، إلى ماذا يدعو الأنبياء أو إلى ماذا يدعو جميع الأنبياء والرسل؟ جميعهم كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله والإيمان به. توحيد الله أي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والإيمان بوجوده واتباع الحق وترك الباطل والكفر. جميع الأنبياء يدعون إلى ذلك. إذن الجواب سؤال، إلى ماذا يدعو جميع الأنبياء أو الأنبياء؟ فالجواب يقول جميعهم يدعو إلى توحيد الله تعالى والإيمان به واتباع الحق وترك الباطل والكفر. هذا جوابه. إذا عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى دائما يختار أفضل الناس خلقا وأكثرهم صلاحا وأكثرهم اتباعا للحق حتى يختارهم يكونون أنبياء ورسل. إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم شو نقول عليه؟ المختار. فيختارهم حتى يكونون أنبياء ورسل، والله سبحانه وتعالى لكل أمة بعث لها رسول يعلمها بوجود الله سبحانه وتعالى وضرورة عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له واتباع طريق الهداية. لذلك كل الأنبياء والرسل يدعون إلى توحيد الله والإيمان به واتباع الحق وترك الباطل. أجي أريد أعرف الرسل، من هم الرسل؟ من هم الرسل؟ طبعا هذا رح يكون تعريف. الرسل هم أنبياء الله تعالى أرسلهم الله إلى الناس ليهدوهم إلى طريق الحق والرشاد والإيمان، وجميعهم صادقون مصدقون أتقياء أمناء، وإنهم بلغوا جميع ما أمرهم وأرسلهم الله به. لذا وجب علينا الإيمان بهم جميعا ويجب علينا الإيمان بكتبهم. هذا تعريف الرسل حفظ ومهم. الرسل هم أنبياء من الله سبحانه وتعالى أرسلهم الله سبحانه وتعالى للناس حتى يهدون الناس إلى طريق الحق والرشاد والإيمان. صفاتهم جميعهم صادقون ومصدقون، يعني صادقون في قولهم ومصدقون لما جاء به الله سبحانه وتعالى أو لما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليهم، أتقياء وأمناء، وجميعهم بلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من ضرورة توحيد الله وعدم الإشراك به وأرسلهم الله به. لذا وجب علينا جميعا أن نؤمن بما جاء به الأنبياء والرسل جميعا، لأنهم جميعا مرسلين من الله سبحانه وتعالى. يجب علينا الإيمان برسالاتهم والإيمان بكتبهم. الرسل تعرضوا إلى الكثير من الشدائد والتكذيب والمحن في أثناء تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، والكثير من الأذى الذي لحق بهم وبمن اتبعهم من قومهم. لكن الرسل صبروا على هذه الشدائد وعلى هذه المحن. واضح؟ جميع الرسل تعرضوا إلى الشدائد والمحن والكثير من الصعوبات أثناء تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى اللي هي توحيد الله وعدم الإشراك به، ولحق بهم الكثير من الأذى بهم وبمن اتبعهم من قومهم. لكن الرسل صبروا على ما على هذه الشدائد وعلى هذه المحن طبعا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبصدق النبوات جميعا. لكن أولو العزم من الرسل هم أكثر الرسل صبرا وعزما. يمكن يجيب لك سؤال، ما المقصود بأولي العزم من الرسل؟ أولي العزم من الرسل هم أكثر الرسل صبرا وعزما. الرسل اللي تحملوا الكثير من المشاق أثناء تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى اللي وكلها لهم، صبروا
حتى يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى صبرا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى صبرا عظيما. لم يثنهم ما لاقوه من أذى، لم يتراجعوا عن تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، ولم يكفوا عن أداء رسالاتهم، ولم يكسرهم ما واجهوه من صعوبات ومن أذى أقوامهم وتكذيبهم لهم. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم أو أثنى على أولي العزم من الرسل. أوصى الله تعالى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر. كيف أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم من الرسل؟ كيف أثنى الثناء اللي هو تقول ثناء يعني شيء جيد الله سبحانه وتعالى بين للرسل. كيف أثنى الله سبحانه وتعالى على الرسل؟ من خلال قوله للرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبروا أولي العزم في مواجهة أذى الكافرين وتكذيبهم، من خلال قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذن أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم من الرسل من خلال هذه الآية الكريمة. أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم من الرسل من خلال هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سورة الأحقاف. إذن من خلال هذه السورة ومن خلال قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتوصيته بالصبر كما صبروا أولي العزم من الرسل في مواجهة أذى الكافرين، إذن اتعرفنا بأن أولي العزم من الرسل هم أكثر الرسل صبرا وعزما في تبليغ رسالاتهم، أكثر الرسل اللي تحملوا الكثير من المشاق في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى التي أوكلها إليهم، صبروا في دعوتهم صبرا عظيما، لم يتراجعوا عن أداء رسالاتهم، ولم يكسرهم أو يجعلهم يتراجعون ما لاقوه من أذى أقوامهم وتكذيبهم لهم. أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الرسل اللي هم أولي العزم من الرسل حين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبروا أولي العزم من الرسل في مواجهة أذى الكافرين وتكذيبهم، حيث قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم من الرسل من خلال هذه الآية الكريمة. يسألني واحد، يسألني سد، من هم أولي العزم من الرسل؟ من هم أولي العزم من الرسل؟ من أكثر الرسل تحمل للشدائد وللمحن في تبليغ رسالات الله؟ من هم الذين تحملوا أكثر أنواع الشدائد والمحن في أثناء تبليغ رسالاتهم؟ رح نجي نتعرف عليهم. هم خمسة أولي العزم من الرسل، هم خمسة أولي العزم. ممكن يجيك سؤال: من هم أولي العزم من الرسل؟ فرح تقول: أولي العزم عليهم السلام هم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وخاتم الأنبياء وسيدهم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أولي العزم من الرسل هم خمسة أولي العزم من الرسل خمسة. هؤلاء الخمس أنبياء أو الرسل اللي تعرضوا إلى أكثر أذى من أقوامهم واللي صبروا على أذى أقوامهم وتكذيبهم وتعرضوا إلى الكثير من الشدائد والمحن في أثناء تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى التي عهدها إليهم، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. إذن أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام جميعا. على كل مسلم عليه أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء اللي أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ليس فقط برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس أؤمن فقط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا،
كل شخص مسلم عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وهذه من أركان الإسلام، أو اللي عفوا من أركان الإيمان، هذه من أركان الإيمان اللي هي الإيمان بالرسل وبالأنبياء والإيمان بالكتب السماوية. على كل مسلم أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء اللي أرسلهم الله سبحانه وتعالى قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هم كلهم كانوا يدعون إلى نفس الدعوة اللي هي عقيدة التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى أنزل على الرسل كتبا سماوية تضمنت الكثير من أحكام الديانة اللي كان يدعو إليها، طبعا كل ديانة يدعو إليها ذلك النبي. هذه الكتب المنزلة، الكتب السماوية ماما، هذه حفظ ومهمة. الكتب السماوية مهمة وحفظ. أقول لك اذكر عدد من الكتب المنزلة على الأنبياء فأنت راح تذكر لي: الزبور على النبي الله داود عليه السلام، التوراة على نبي الله موسى عليه السلام، الإنجيل على نبي الله عيسى عليه السلام. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فأرسله الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، للإنس وللجن، فقد أنزل عليه القرآن الكريم، أنزل عليه القرآن الكريم اللي يتضمن الكثير من الأحكام اللي ترشد الناس لتنظيم حياتهم، مثل أحكام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والكثير من الأحكام اللي تنظم الأخلاق والعبادات والبيع والشراء والزواج والجهاد. فالقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية والشامل لكل شيء، لذلك إحنا علينا أن نتبع القرآن الكريم منهاجا لحياتنا، لأنه يتضمن الكثير من الأحكام اللي تنظم حياة الناس وترشدهم إلى طريق الهدى وطريق العبادة أو طريق الخير. إذن عرفنا العديد من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، واللي ضمنت الكثير من أحكام الديانة اللي يدعو إليها كل نبي. الزبور على نبي الله داود عليه السلام، والتوراة على نبي الله موسى عليه السلام، والإنجيل على نبي الله عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو مرسل للناس جميعا من الإنس ومن الجن. وكذلك القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وهو شامل لكل شيء، ويتضمن الكثير من الأحكام التي ترشد الناس إلى تنظيم حياتهم واتباع طريق الحق بالكثير من الأحكام، مثل أحكام الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى والأخلاق والعبادات والبيع والشراء والزواج والجهاد إلى آخره من أمور الحياة.